نظام التحكم في مياه الأودية بمنطقة وادي مزاب ثمرة جهود دامت عدة قرون، تركها خبراء المياه والعمران أمانة للأجيال رغم قلة الوسائل والإمكانات، فكان العمل والتكافل الاجتماعي سر النجاح. أول من فكر في هذا هو أبو سحابة، الشيخ بالحاج أبو سحابة، هو اللي فكر اللي بدأ دار هذا السيستم تاع باش يدوروا الماء لأجلنا وهذيك. ومن بعد جاء من وراه الشيخ حمو الحاج إلى أميليوري هذا، فوضعوا لها سدودا ووضعوا لها قنوات وحفروا لها قنوات تحت الأرض تستغل وتوزع مياهها بطريقة دقيقة جدا جدا حسب مساحة وحسب عدد النخيل في كل بستان. سميت منطقة وادي مزاب ببلاد الشبكة نظرا لكثرة الأودية والشعاب التي تتوجه من الشمال الغربي نحو الجنوب الغربي. شيدت عدة سدود وحواجز في أعالي الأودية عبر كامل القرى. دي مليون دو طن نتاع التراب راهم محطوطين فوق القنوات هذوم، مخدومين بمواد محلية فقط، ما فيهم لا سيما لا حديد، ما تحركوش. للمنشآت التقليدية في الري والحواجز المائية فضل في ازدهار الفلاحة على ضفاف الوادي، حيث البساتين والحدائق المغروسة بشتى أنواع الأشجار المثمرة في مقدمتها أشجار النخيل. تسيير محكم ودقيق وحضارة يعتز بها سكان وادي مزاب.